الموضوع ده برضو محتاج ان انا فعلا اقعد فيه شويه. التجمع وبرضو من الحاجات اللي مش عجباني، وهنا خلي بالكم يا جماعه، في امور وفي قرارات انا بتكلم عليها كمحمود الخطيب، انا بتكلم كل حاجه بالمجلس بتاعي. الحاجات مش عجباني يا كمحمود ان انا قلته، والناس اللي بتقعد تتهم بعض ان مثلا حد يتصرف تصرف ما لا يليق بالنادي الاهلي استبعده، الكلام ده قرار بتاعي. وهنا من القرارات بتاعتي برضو مش عاجبني الناس بتتكلم والتجمع والارض مش عارف فيها ايه، ايه الارض فيها ايه. لازم نشكر جدا مجلس دار السابق انه سعى وخد الارض دي، لكن الارض دي بعد ما احنا، انا بحكيها لكم ببساطه، خدناها عشان نستلمها، بعتنا مهندس سامح كامل مع اللي هو شيرين شمس المدير الاسبق وبعض الاستاذ العمري كان معاهم، وانا رحت بس انا ما بحبش الحقيقه اتصور في القصه دي، فانا بعدت بعيد. الارض لا تصلح فنيا، خدوا العباره دي بس كده، لا تصلح فنيا بس، مش عايز ادخل في تفاصيلها. عشان كده احنا طب نعمل ايه؟ نشتغل ازاي؟ والتجمع ده بالنسبه لنا كان مهم جدا جدا، دوت ده يا جماعه يجيب لنا فلوس، ده اللي برده من حب افكارنا احنا كمجلس اداره، مش اي افكار حد تاني، كمجلس اداره ازاي نجيب فلوس عشان نشتغل. لا انا كل اللي انا قلته ده، ده محتاج ايه؟ انتوا شايفينه محتاج ايه يعني؟ مش محتاج يكون عندنا موارد ضخمه، عندنا استثمارات ضخمه، وده برضه هرجع له في الاخر. فهنا الارض رحت الحقيقه مع مجموعه من مجلس اداره كويس، ورحنا قابلنا سياده الوزير مصطفى مدبولي رئيس وزير الاسكان. حطينا مشكله قدامه، هو عشان راجل مهندس وفاهم الحقيقه، كان متعاون جدا جدا جدا. وفي القعده ما خدتش نص ساعه بس، نقعد ونتكلم مع الناس، وهي دي النادي الاهلي لازم علاقاته بالجميع تبقى كده، نقرب من الناس ونقعد معاهم. وطالما النادي الاهلي طلبه منطقي ومقبول، احنا مش بنطلب حاجه غير حقنا، خلي بالك، واحنا اول ناس نرفض ناخد حاجه غير حقنا، لازم امور تبقى واضحه ليكم. فاحنا رحنا طلبنا الحق، وعشان كده نص ساعه تحل الموضوع. تحل الموضوع ازاي؟ لا يستطيع يعني يكون في حاجه في الامور الماليه والفوائد. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا لازم برضو حاجه تعرفوها وتشاركونا فيها. يناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 40 مليون جنيه قسط الارض الجديده، يناير 2019. ويناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 125 مليون جنيه فوائد، يعني هدفع في يناير 165 مليون جنيه. احنا احتمال لو كنا بنفكر في الكلام ده ناخدها ما ناخدهاش، نستنى على حته ثانيه، ده موضوع ثاني، لكن هندفع 165 مليون جنيه. هنقعد نتفرج والفوائد بتعد عليك؟ مش ممكن نقعد نتفرج. برضه في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا رحنا وقعدنا وسعينا عشان خاطر النادي الاهلي، وخلصنا الموضوع، خلص الموضوع ان شاء الله، خلص ومضينا عشان تبقى الامور واضحه مع الناس. هنا حضراتكم بس شاركوني في ده كويس، ده المقترح بتاع النادي الاهلي الحالي اللي هو عليه مشكله فنيه، هو ده. احنا خدنا ايه؟ بينا ومن بعض متر واحد، يعني سيادتك تحط رجلك هنا وتحط رجلك هنا، انت واقف في المقترح واقف البديل اللي احنا خدناه، بس الدنيا دي مستويه كويسه تشتغل فيها بكره باذن الله. وعشان كده احنا عملنا القرار الوزاري. فين المهندس سامح؟ سامح عملتوا قرار وزاري؟ تقدم؟ اوكي خلاص، مستنيين بس رد الوزاره وهنستعجله ان شاء الله. نبتدي، لازم نبتدي، لان الارقام دي هتدفعها ازاي بعد 7-8 اشهر؟ هتدفع 165 مليون جنيه منين؟ مين اللي هيدفعهم دول؟ فلازم تفتح عشان نجيب اعضاء، وده الساحه الجديده 50 فدان نفس المساحه، يمكن في 9 متر ولا بتاع زياده بس او اقل بس. يعني هو ده موضوع الشيخ التجمع، ارض التجمع اللي احنا بنبني عليها امور كثيره جدا، ازاي احنا يعني نبتديها، لان دي مصلحتنا كلنا. هنا بقى عايز اتكلم على العائد الاقتصادي. احنا اتكلمنا في كل دوت اللي انا كنت بقوله دلوقتي في وسط الكلام، احنا عايزين لازم عندنا عائد اقتصادي. احنا بتطور مبانيك وبتطور ابوابك واسوارك وفرقك ومدربينك، كل حاجه بتطورها. طب ما ده الموضوع، ده موضوع اقتصادي كبير، هل لي عائد؟ اه طبعا، لما يكون شخصيه نبان الاهلي في عائد، ولما يكون
إعلانات في الأسواق في الأسوار يبقى فيها عائد، ولما يكون في محلات في مدينة نصر تحت الترخيص طبعا فيها عائد إن شاء الله، ونيجي فرع التجمع اللي أنا اتكلمت عليه عائد كبير جدا جدا. إحنا لو فتحنا إن شاء الله يعني نأمل على الربع الأخير، نأمل زي ما كانش قبل كده نفتح نفتح الاشتراكات الجديدة، هو ده اللي إحنا نأمله. محبين النادي الأهلي بيحبوا يبقوا أعضاء جوه النادي الأهلي، في محبين مش أعضاء، في محبين أعضاء النادي الأهلي أكيد كلهم هيجروا هنا. كمان ده زيادة قيمة العضويات الجديدة، كان من 4 سنين ولا حاجة 250,000، زادت بقى 350,000. طيب الزيادة اللي جاية كام؟ لازم بعد اللي احنا بنعمله دوت لازم يبقى في زيادة. عشان كده أنا بنصح كل الناس لما، ومش هنعمل الزيادة دي عشان ما نقلقش حد، الزيادة دي في الجزيرة 350,000 ده الجزيرة، لكن شيخ زايد غير كده، ولكن التجمع هتفتح غير كده عشان الناس ما تقلقش. لكن احنا ان شاء الله لما نحس التوقيت المناسب ان احنا هنرفع السعر، هنرفع السعر. نرفعه كام؟ هنتدارسه مع سادة اعضاء مجلس الإدارة، وهنتدارسه مع لجنة الاستثمار والتمويل بتاعة الدكتور فاروق عودة والاستاذ ياسين منصور والاستاذ محمد نجيب ان شاء الله. يعني هنا ده هو ده القيمة، دي القيمة بتاعتنا. اتكلمنا على الاستثمار، هنا قيمة النادي الاهلي قيمة كبيرة جدا. اللي احنا فكرنا فيه برضو من برنامجنا ازاي قيمة الاهلي دي نعليها، وازاي اسم الاهلي ده نعليه علشان يعود بالنفع على الاهلي. فاحنا دخلناها في الاستثمار والموارد المبتكرة اللي انا كلمت حضراتكم عليها واسلوبنا فيها عشان تعود بعد كده بالنفع على النادي الاهلي. يعني النهاردة المنافس هتزيد، الاشتراكات هتزيد، سعر تذكرة الدخول هتزيد، لازم تزيد، لان احنا مش هنزود الا لما نكون جاهزين للزيادة، لكن ده هدف. غير كده سعر الرعاية يزيد، خلوا بالكم من الحاجات دي، لما يكون قيمة الأهلي باللي احنا شفناه ده سعر الرعاية يزيد. زي النهاردة ما زادت كل أسعار اللعيبة زادت، مش معنى قيمة الأهلي وتذكرته هو اللي هي اللي ثابتة. يا جماعة احنا بنعمل ده وتفكيرنا استثماري اقتصادي، ازاي نعود بده على النادي الأهلي. هو ده يمكن الحاجة اللي بقولها، عشان كنت عايز أأكد للناس ان برضو العنصر مش عارف الإدارة وعنصر لا، عندنا كيانات كبيرة وعندنا لجنة كبيرة بوجودي وأنا آخر واحد فيهم، بنعرف إزاي نفكر وبنعرف إزاي ندير صرح بهذا الشكل. تجي هنا خلاص الخدمات الاجتماعية، فضلنا إيه؟ فضلنا الخدمات بقى اللي هي فضل النشاط الرياضي.